باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من رسالة بولس الرسول لتيموساوس الأولى بركته على جميعنا أمين. لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. وفي رسالة بطرس الأولى يقول لنا الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. احنا اتكلمنا قبل كده عن سر المعمودية، وآخر شيء اتكلمنا فيه عن طقس المعمودية. النهاردة انا عايز اختم آخر كلام عن المعمودية بقداس المعمودية. قداس المعمودية زي القداس اللي بنصليه في الكنيسة، قداس لتقديس مياه المعمودية. احنا ما بنصلي قداسنا العادي تقديس الخبز والخمر، هنا قداس المعمودية لتقديس مياه المعمودية. فأبونا بيصلي على القداس. القداس العادي بنصلي صلاة استدعاء الروح القدس عشان تحل على القرابين وتحولها. احنا بنصلي في المعمودية علشان يحل الروح القدس، استدعاء الروح القدس يحل على مياه المعمودية، يقدس مياه المعمودية. مياه المعمودية المية العادية اللي قدامنا يصير ليها طبيعة الولادة الجديدة، تبقى المية دي احد الاباء يقول ده بقى ماء مكهرب من طبيعة تانية، ماء له مقدرة ان هو يولد من جديد. لذلك بيتسمى لترجية المعمودية اللي هي قداس المعمودية. شكل المية بعد ما بيحل عليها الروح القدس هي المية اللي قبل حلول الروح القدس، ما اتغيرتش، هي نفس المية اللي قدامنا. لكن ايه اللي اتغير؟ طبيعة المية. الطبيعة، وده شيء ما بنشوفهوش بالعين. زي ما انا باجي القداس واتناول من الخبز ومن الخمر، هو خبز وخمر لكن هو جسد المسيح ودمه، لكن لازال تحت اعراض خبز وخمر. الاعراض ما بتتغيرش، لكن المحتوى او الطبيعة بتكون حاجة تانية، ايمان ان ده جسد ودم المسيح. يعني المياه المعمودية بتاخد طبيعة جديدة، تستطيع ان تلد من جديد. في طقس الكنيسة احنا ما عندناش اي نص قديم بيقول هو ده الصلاة على المعمودية، مفيش نص قديم بيقول كده، مفيش نص في الكتاب المقدس يقول لنا دي الصلوات اللي نصليها على المعمودية، مش موجود في الكتاب المقدس حاجة زي دي. لكن من قرون فاتت قوي يجي القديس باسيليوس الكبير يقول ان في صلوات بتصلى على المعمودية، في صلوات، لكن ايه هي الصلوات؟ محدش قال لنا ايه محتوى الصلوات اللي مفروض نصليها على مياه المعمودية. لكن من وقت الاباء الرسل للنهاردة اتنقل الكلام بالتقليد ان في صلوات بتصلى على مياه المعمودية، وبيأديها الاباء، لكن ده تقليد شفوي. احنا عندنا في تقليد مكتوب وفي تقليد شفاهي. التقليد الشفاهي يعني ناس قالوا الناس قالوا الناس وصلت لينا. التقليد المكتوب ده حاجات بنعتمد عليها انها اتنقلت بس كتابة وصلت لنا. اقول مثلا باسيليوس الكبير كتب لنا، يوحنا ذهبي الفم كتب لنا، فده تقليد تناقل عن طريق الكتابة، لكن المعمودية كان تقليد شفاهي. أقدم حاجة ترجع لصلوات طقس المعمودية بترجع للقرن الثاني الميلادي، كان من سنة 100 لـ199، وكانت مجرد صلاة على المعمودية. لكن احنا مش برضك مش هي الصلوات اللي بنصليها النهاردة، هي مجرد صلاة على المعمودية.
لكن كصلوات لها نصوص وحاجات موجودة في ايدينا، ابتداء من القرن الرابع فعلا اتوضعت صلوات، وكان في صلوات بنتنقلها. القديس إيريناوس يقول الماء المقدس واستدعاء الروح القدس نحصل عليه، ونحصل من خلاله على الحرية من الخطايا السابقة. يعني بيقول ان مية المعمودية دي في فعل سري في داخل المياه، ومن خلال الفعل السري ده بنصل ان احنا تتغفر لينا الخطايا السالف ايا كان الخطايا. زي ما قلنا من لحظة ما اجتاز المعمودية، لو انسان عنده 50 سنة اتغفرت له خطايا 50، انسان عنده يوم واحد تتغفر له الخطية الاصلية او الجدية. لكن مياه المعمودية ليها مقدرة انها تغفر الخطايا السالفة. برضك نفس الكلام يقوله القديس كبريانوس، والقديس كبريانوس ده كان في القرن الثالث الميلادي، يقول ان الماء وحده لا يقدر ان يطهر من الخطايا ما لم تكن له ايضا الروح القدس. يعني بيقول المية لوحدها ملهاش مقدرة، لكن حلول الروح القدس باستدعاء الاب الكاهن ليه، يبقى المية دي بقت ليها طبيعة جديدة. فالمغفرة لا تتم بالماء وإنما بالروح القدس الذي حل على الماء، مش مية المعمودية لوحدها. عشان كده يقول يجب أن يطهر الماء أولا بواسطة الكاهن حتى يقدر بالمعمودية أن يغسل خطايا المعمد. يعني الآباء كلهم في القرون الأولى أكدوا لينا إن مية المعمودية ملهاش مقدرة بدون صلوات الكاهن، بدون استدعاء وحلول الروح القدس عليها، ده اللي يدي المقدرة لمياه المعمودية. نفس الكلام قاله القديس باسيليوس الكبير وامبروسيوس، إن المية وحدها ملهاش مقدرة، وكذلك القديس أغسطينوس وكان في القرن الرابع الميلادي. طيب بعد ما اتكلمنا عن المية وحلول الروح القدس، ندخل بقى في قداس المعمودية. زمان كان قداس المعمودية قداس عام للشعب كله، ما كانش بيتصلى جوه قدة المعمودية، كان قداس عام لكل الكنيسة. واليوم ده تقديس مياه المعمودية، كل الشعب يحضر تقديس قداس المعمودية، لأنه كان بيمارس مرتين في الغطاس والقيامة، فكان كل الناس الموعوظين يجوا يتعمدوا في اليومين دول. الغطاس تذكار معمودية المسيح، والقيامة لأن المعمودية دفن وقيامة مع المسيح، فكان يتم القداس قدام الشعب كله، وكل الشعب كان يشترك في قداس المعمودية. طبعا ده كان له قيمة، إن أنا ده بالنسبة لي أنا مراجعة للنفس وتجديد للعهد، وإن أنا بتذكر يعني جحد الشيطان، وهل أنا لازلت على جحدي للشيطان ولا أنا رجعت في عهود مع الشيطان، هل أنا لازلت على إيماني ولا إيماني اتغير. فأنا ما بردد، ده تجديد لعهد المعمودية بتاعتي. طبعا دلوقتي بتقتصر على أسرة الشخص اللي هيعمد، هم دول اللي بيحضروا قداس المعمودية. ايه هو طقس صلاة المعمودية؟ بيقولوا نص الصلوات دي بترجع للقرن الرابع الميلادي، نص الصلوات اللي احنا بنصليها. بيبتدي اول حاجة ابونا يملى المعمودية بالمية، ويقولوا عليها يعمر المعمودية، تعمير المعمودية يعني ملي المعمودية بالمية. ابونا يسكب على المعمودية الزيت الساذج، قلنا الزيت الساذج اللي هو الزيت الايه؟ بسيط، زيت ايه؟ الزيتون. ساذج يعني بسيط، اما يقولوا الشخص ده ساذج يعني ايه؟ بسيط. الزيت الساذج هو الزيت البسيط، هو زيت الزيتون. وما بيسكب عليه الزيت بيسكبه 3 مرات بمثال الصليب، فابونا يحط بمثال الصليب 4 نقط، وتاني مرة 4 نقط، وتالت مرة 4 نقط، يبقى كده 3 رشومات بالزيت الساذج. بعد كده أبونا يصلي صلاة لأجل المعمدين، أبونا يقول ادعي عبيدك يا رب إلى نورك الطاهر، ادعي عبيدك
لأن دول هيدخلوا في المعمودية هيقتربوا من نور الإلهي. فبيقول ادعيهم إلى نورك الطاهر، يعني قربوا منك، اجعلهم مستحقين لهذه النعمة العظيمة. إن هم إيه النعمة العظيمة؟ إن يكونوا من ضمن شعبك، من ضمن ولادك. عرهم من عتيقهم، يعني خليهم يخلعوا الإنسان العتيق. املأهم من قوة روحك القدوس. ويصلي أبونا صلاة شكر ويرفع البخور والشمامسة يقولوا تنقشت، ويتقرى البولس والكاسيليكون والإنجيل. كل ادعى على إيه؟ على مياه المعمودية. طب ليه؟ طب ما كفاية أن أبونا يصلي، وكفاية أن أبونا يعمل الرشومات ويقدس. لا، لأن الكتاب بيقول كل شيء يقدس بكلمة الله والصلاة. فأنا عايز أقدس شيء، يبقى لازم أقدسه بكلمة ربنا وبالصلاة. كلمة ربنا من خلال القراءات، والصلاة اللي بيمارسها الأب الكاهن، فيتم التقديس. حتى في القداس العادي بتاعنا نلاقي برضك صلوات الكاهن والشعب، وفي نفس الوقت القراءات. فالقراءات دي مهمة جدا، لأن لا يتم التقديس إلا بكلمة الله والصلاة، الاتنين يمشوا مع بعض. في البولس يقول لنا إيه من رسالة تيتوس؟ لأنه لا بأعمال في بر عملناها، بل بمقتدى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الجديد. يعني ده ميلاد جديد، هنتغسل، لكن مش هنتغسل من يعني اتساخات أرضية. فبيقول لنا لا إزالة وسخ الجسد. أحيانا الشمامسة يقروها غلط ويقولوا لإزالة وسخ الجسد، لا إزالة وسخ الجسد. ده مش علشان خاطر أنا زي ما باخد حمام، لا، لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح أمام الله. يجي الكاسيليكون يقول جاء إلينا المسيح بماء ودم. يعني المية دي مهمة قوي اللي جالنا بها المسيح، هي دي سر المعمودية. كتاب يقول لنا في رسالة يوحنا الأولى إن المسيح جالنا بماء ودم. فبيقول الماء هو المعمودية، والدم هو جسد الرب ودمه. في قراءات نلاقي البراكسيس أعمال 8 أما يكلمنا عن معمودية وزير كنداكة، لما رفقوا في لبس المبشر وهم معديين في الطريق، قال له هذا ماء ماذا يمنع أن أعتمد؟ فنزل من المركبة وعمده في الماء، فنزل كلاهما إلى الماء في لبس والخصي. بعد كده في القراءات برضك احنا بنقرأ نفس قراءات الكنيسة، بولس، كاسيليكون، إبراكسيس، إنجيل. نلاقي المزمور يقول لينا طوباهم الذين غفرت لهم آثامهم، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيئة. طوبى لرجل لا يحسب له الرب ايه؟ خطيئة. نفتكر المعمودية، المعمودية لو واحد متعمد عنده 50 سنة او 20 او 30 او ايا كان عمره، لا يحسب له الرب ايه؟ خطيئة. طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيئة. هو ده بيتم في داخل سر المعمودية. انجيل يوحنا 3، ودايما يوحنا 3 يكلمنا عن ايه؟ عن نيقوديموس. يوحنا 3 نيقوديموس ما ننساش. يبقى احنا قلنا الخصي الحبشي اعمال ايه؟ 8، اعمال 8 اما رافق المركبة في لبس. واما اتكلم عن المعمودية اللي اتكلم عنها المسيح ده يوحنا 3، لما المسيح اتكلم في حديث عن المعمودية وقال له من لا يولد من الماء والروح لا يعاين ملكوت الله. بعدين ابونا بيصلي اواشي وطلبات، ويجي ابونا يصلي اول طلبة من اجل نفسه. فالطلبة اللي من اجل نفسه الكاهن يقول يا رب انت تعرف خطاياي، ابعد عني في هذه الساعة كل خطاياي. يقول له انا داخل علشان امارس سر عظيم، همارس سر ان انا اضم ناس ليك، ولاد ليك، استدعاء الروح القدس، حلوله،
فالسر ده عظيم. طب أنا رب خاطي، ابعد عني خطاياي في هذه الساعة عشان أكون مستحق لهذا السر، ومن خلال السر ده يتولد إنسان جديد. فأنا داخل على عمل عظيم، ولادة إنسان من جديد، فخليني يا رب خطاياي بعيدة عني وأنا بمارس السر. وبعدين يكمل يقول له قدسني بالكلية. بعد كده يردد الشعب أو اللي حاضرين المعمودية قانون الإيمان. بعد كده أبونا يجيب الزيت التاني اللي هو قلنا اسمه زيت إيه؟ الغليلاون. زيت الغليلاون. يبقى أول مرة ظبينا الزيت الساذج أو البسيط، زيت الزيتون، تاني مرة زيت الغليلاون. فاكرينه زيت الغليلاون ده بتاع إيه؟ في تصفية الميرون. برافو عليك. في الطبخة الأولى ما بياخدوا منه الزيت اللي بيطلع ده اسمه زيت الغليلاون. زيت مقدس بيرشم به المرة المية بردك ثلاث مرات. في المرة الأولى قلنا ثلاث مرات وكل مرة بأربع نقط، هنا يرجع تاني يتمم الرشومات الثلاثة وبأربع نقط كل مرة. بعد الكنيسة القبطية الوحيدة اللي بتصب في مياه المعمودية ثلاث أنواع من الزيوت، لسه في الزيت الثالث. فالكنيسة الوحيدة اللي بتحط ثلاث أنواع من الزيوت. أبونا ينحني على جرن المعمودية، ودي برضك الكنيسة الوحيدة اللي بتمارسه كنيستنا القبطية، وينفخ في المية ثلاث مرات علشان يحل الروح القدس. خدوا بالكم، الكنيسة بتطلب استدعاء الروح القدس بكل الطرق، بكل الطرق. فمن ضمن الطرق ان المسح، فتلاقي المسحة أبونا بيحط الزيت. من ضمن الطرق النفخة، فتلاقي أبونا بينفخ في الماء. يعني أبونا بيمارس كل طرق حلول الروح القدس لكي ما يحل الروح القدس على مياه المعمودية. طبعا أبونا لما بيحط الزيت الأولاني اللي هو الزيت الساذج، أبونا بيتمم الثلاث رشومات، وبرضك من خلال الرشومات بيتم تقديس مياه المعمودية. أبونا يحط الزيت الثاني، وبرضك من خلال الرشومات اللي بيرشمها للمرة الثانية لتقديس مياه المعمودية. طبعا الزيت يقول لنا أما أنتم فلكم مسحة من القدوس. وبعدين أبونا ينفخ في المية لأن المسيح نفخ في وجوه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس. يجي أبونا يمسك الصليب ويحرك مياه المعمودية. طب بيحرك مياه المعمودية ليه؟ لأن الصليب مع مياه المعمودية ده بيحرك المية، زي ما شفنا في سفر التكوين يقول لنا أن روح الله كان يرف على وجه المياه. والمزمور يقول لنا صوت الرب على المياه، صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم. أبونا يردد المزامير دي ويقول جزنا في الماء والنار وأخرجتنا إلى الراحة. طب فاكرين قصة كده كان في مية بتتحرك؟ مفلوج، مظبوط. في يوحنا 5 يقول لنا المفلوج كان ينزل ملاك من السماء ويحرك الماء، فمن نزل أولا كان يبرأ من أي. ده إشارة برضك لعمل الروح القدس في المياه. فأبونا يحط الزيت، أبونا ينفخ في الماء، أبونا يحرك الماء. وده كله برضك عشان بكل الطرق احنا عايزين نستدعي الروح القدس على مياه المعمودية. طبعا بالصليب لأن بواسطة الصليب كان الخلاص بتاعنا. أبونا بيغطس الإنسان اللي بيتعمد ثلاث مرات، وتغطيسه ثلاث مرات على مثال المسيح. أبونا ينزل يغطس الطفل، وتاني يغطس الطفل، وتالت يغطس الطفل، لأن المسيح نزل إلى بطن الأرض واختفى ثلاثة أيام. فهنا بيخفي الطفل ثلاث مرات، إشارة للثلاث أيام في مياه المعمودية. يقول لنا كده القديس غريغوريوس نختفي في المياه كما اختفى المسيح في باطن الأرض
لأنه دفننا معه بالمعمودية. بعد كده يطلعوا أبونا من المعمودية من المية ويبقى ظاهر فوق لأن المسيح قام وظهر لتلاميذه. يبقى الممارسة اللي بيمارسها أبونا في سر المعمودية من التخطيص 3 مرات بيأكد لينا أن دي مثال لموت المسيح ودفنه وقيامته. 3 مرات ما لهمش معنى غير كده. في تقليد في بعض الكنائس مش موجود عندنا ان الشخص اللي كان بيتعمد ويطلع من المعمودية كانوا يسقوا لبن ويدوقوا العسل. ده مش موجود في كنيستنا القبطية، لكن كان بيمارس لانه ليه معنى لطيف، فيقولوا الشخص اللي بياخد اللبن ده لان هو بياخد لسه الإيمان المبسط جدا، زي ما بيقول بولس الرسول بيستند عليها: سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لا تستطيعون. فعشان كده الكنائس دي تدي اللبن. ويقولوا العسل لأن الشخص اللي بيتعمد هيبدأ يتذوق حياة الدهر الآتي، وتذوق حياة الدهر الآتي ده العسل. فكانوا يدوقوا العسل بعد ما يطلع من المعمودية. الكلام ده ما حصلش معانا ومش في كنيستنا، لكن موجود في بعض الكنائس الأخرى. آخر حاجة أبونا بعد ما يعمد يسرح المية، تسريح المية. في صلوات لتسريح المية ما اسمهاش أصرف المية زي ما بنصرف مية الحوض، اسمها تسريح. أبونا يجي على الشعب يقول بيسرح الشعب، يعني بيصرف الشعب. فبردك المية يقولوا تسريح المية. أبونا يجي يصلي على المعمودية ما ينفعش يخش شماس ويقوم فاتح البتاع اللي سد المعمودية ويصرف المية، لا ما يجس. اللي يصرف المية هو الكاهن. ولذلك الصلوات أبونا يجي يصلي على المعمودية ويقول رد هذا الماء إلى طبعه الأول لكي ما يعود إلى الأرض مرة أخرى. اللي بيصلي الصلوات الكاهن، والكاهن بيطلب من ربنا أن المية دي بعد ما أخدت السر وبقت ليها المقدرة ترجع لطبعها الأول، وبعد كده الكاهن يسرح المية. ومعروف أن المية دي ما تمشيش مع المية العادية بتاعتنا، بيبقى لها بير خاص، والبير الخاص ده له عمق في الأرض، وبعد ما المية تنزل بتتسرب في الأرض، لكن المية دي ما بتمشيش مع المية العادية بتاعتنا، ليها سكة لوحدها. فأبونا بعد ما بيصرح المية دي هدفها ان مفيش رجل تدوس عليها، مفيش حد يمشي عليها ولا تمشي في المكان العادي اللي بتمشي فيه اي مية. طبعا المية دي فيها زيوت وفيها حاجات مقدسة، فعشان كده احنا بننزل المية في مكان خاص. حتى الشخص اللي تعمد نقول له المية اول مية بعد الحمام مفروض انها تتحط في مياه جارية، لكن ما تتحطش زي المية العادية. طبعا احنا ايماننا عكس البروتستانت ان المادة بتتقدس، ده ايماننا. يعني احنا نجيب الخبز والخمر ونقدس المادة، نجيب المية نقدس المية، الزيت نقدس الزيت. فكنيستنا تؤمن بتقديس المادة. زي ما المسيح اتجسد واخد جسدنا فقدس طبيعتنا، ده ايماننا. لكن طبعا ما بتؤمنش بكده البروتستانت. المسيح بجسده اللي نزل على الارض قدس المية وقدس الارض وقدس كل شيء في الطبيعة اللي احنا عايشين حواليها. طبعا احنا ايماننا كمان ان احنا بننال نعمة غير منظورة من خلال شيء منظور. فأنا قدامي الزيت باخد منه نعمة غير منظورة، لكن من خلال شيء منظور اللي هي المادة اللي هو الزيت. باخد ولادة جديدة في المعمودية، ودي نعمة غير منظورة، مش باين ان انا اتولدت، لكن دي نعمة غير منظورة، بس باخدها من شيء منظور وهي مياه المعمودية. باخد نعمة غير منظورة هي جسد المسيح ودمه من خلال شيء منظور اللي هو خبز
وخمر. فإحنا إيماننا نأخذ شيء منظور غير منظور من خلال شيء منظور، ده إيمان كنيستنا. هي دي النعمة، بدخل الاتنين بيتجوزوا، ففي نعمة غير منظورة ان الاتنين دول بقوا واحد، لكن انا شايفهم ده سر الزيجة بيوحد الاتنين. هي نعمة غير منظورة، ممكن تتم صلوات ويترشموا بالزيت وده كله، دي كلها حاجات منظورة، لكن النعمة اللي اخدوها هي نعمة غير منظورة. كده يبقى ختمنا السر الاول وهو سر المعمودية. وبعد السر مفروض ان الانسان اللي اتعمد يحافظ على الاعضاء اللي اتقدست بالمعمودية وبالتخطيط في المية وبصلوات القداس اللي تمارس على المعمودية وباستدعاء الروح القدس. قام الانسان اخذ طبيعة جديدة، بقى ليه اعضاء جديدة كلها تقدست مع المسيح. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.